أيام قليلة تفصلنا عن ذكرى طوق النجاة الذي أنقذ البلاد من ضياع مقدراتها وتفكيك مفاصل الدولة والضرب بأمنها القومي عرض الحائط. إنها ذكرى ثورة 30 من يونيو، ثورة 30 من يونيو التي جاءت لتبني وطنا وتكفل حياة كريمة تليق بكل مواطن في عصر الجمهورية الجديدة. الخطة اللي موجودة بتاعت حياة كريمة اللي مرصود لها 600-700 أو يزيد، المفروض ده لمدة 10 سنين. يعني الكلام ده كان ممكن يبقى الانفاق ده يتم تحقيقه خلال 10 سنوات قادمة عشان يحقق مراده. احنا مصرين ان احنا نحققه خلال ال3 سنين دول، اعتبارا من نص السنة دي والمدة 3 سنين ينفق 600-700 مليار دولار. حياة كريمة، حلم تحول إلى واقع يغير ملامح حياة الملايين، ومبادرة رئاسية استهدفت بناء الإنسان. البداية كانت مطلع عام 2019 عندما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينها لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً. وعلى الفور خصصت الحكومة 103 مليارات جنيه لمبادرة حياة كريمة لغير القادرين وتطوير القرى وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية. مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات عديدة، من بينها بناء أسقف ورفع كفاءة منازل ومد وصلات مياه وصرف صحي وتقديم مواد غذائية للأسر الفقيرة وغيرها. كما أن المبادرة بها شق للرعاية الصحية يشمل تقديم خدمات طبية إلى جانب تنمية القرى الأكثر احتياجاً طبقاً لخريطة الفقر وصرف أجهزة تعويضية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه القرى والمناطق. من أجل تلك الأهداف تم تقسيم القرى المستهدفة ل3 مراحل طبقاً لنسبة الفقر فيها، واستكمالاً للنجاح المحقق في المرحلة الأولى تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة بنهاية عام 2020، وبتوجيهات من الرئيس السيسي نحو تبني برنامج متكامل وغير مسبوق لتطوير الريف المصري بالكامل، حيث يستهدف البرنامج 4600 قرية يعيش فيها نحو 58 مليون مواطن، أي نحو نصف سكان مصر، ليتم تحويلها إلى تجمعات ريفية مستدامة تتوافر بها كافة الاحتياجات التنموية خلال 3 أعوام وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 700 مليار جنيه. هذا وتشهد مبادرة حياة كريمة لأول مرة على مستوى العمل العام اجتماع أكثر من 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدني لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق، وبسواعد الشباب المصري المتطوع للعمل الخيري والتنموي من خلال مؤسسة حياة كريمة، ليكونوا نبراساً يحتذى به في مجال العمل التطوعي ونواة لبناء جمهورية جديدة تنتصر لكرامة الإنسان.